فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تخصيص يومي الاثنين والخميس لصلاة الاستسقاء دون غيرهما من الأيام؟ لا بأس، الاستسقاء يجوز في أي يوم، لكن يوم الخميس ويوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومهما، فلهما مزية على غيرهما من الأيام، فهما أرجى بقبول الدعاء، ولو استسقوا في غيرهما فلا بأس. نعم.